علينا أن نفكر بماذا كان يعرفه الرئيس ترامب في يناير ورفض أن يخبر الشعب الأمريكي بذلك. عرف أن هذا فيروس ينتقل في الجو وأنه أسوأ بكثير من الإنفلونزا، ولدينا سجلات، وقال لأحد الزملاء وهي مسجلة، وأنه كان يعرف أن الأمر كان خطيرا ولكنه لم يخبرنا لأنه لم يرد من الشعب الأمريكي من الذعر. ليس الشعب الذي أصيب بالذعر، ولكن هو الذي أصيب بالذعر. وفي نيويورك تايمز علمنا أن أشخاص من حملته قالوا أن هذا المرض خطير، وبعد ذلك قالوا أنه يجب عليهم بيع الأسهم.